أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج تحدي العقل. صديقتنا الجميلة هي إرادة قوية وعظيمة أسرة، تتحدى العقل بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة لديها بتر في أحد الصديق، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتغلب على العقل وتواجهها بكل شجاعة وبروح التحدي وتواجه كل صعب. تخرج صديقتنا الجميلة للحياة بإرادة قوية وابتسامة جميلة، تتعدى العقل وتجاهها بكل شجاعة. إيمانها بقدراتها الخاصة كان دافع ليها تتخطى أي عقل وتجاوز أي صعب. مراحل كتير مرت بيها صديقتنا الجميلة عشان تقدر تستخدم الطرف الصناعي بشكل طبيعي. صديقتنا الجميلة رغم كل المراحل اللي مرت بيها إلا أنها إيمانها بقدرتها الخاصة وثقتها بنفسها كان دافع ليها لتخطي العواقب وتجاوز كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية اللي بتتحدى العواقب بكل شجاعة وتواجه كل صعب بثقة بالنفس وعزيمة وتحدي.